وده الجزء الخامس من لعبة Outlast. احنا دلوقتي في حتة مزيكا فيها هادية وهي نفس الحتة اللي كنا بنبدأ منها Outlast قبل DLC. فهنشوف هيحصل ايه وهنشوف اصلا اللي بيحصل ده هو عامه اللي حصل ده كله. فهمنا ليه كان في دم كتير فشخ لما احنا جينا فاكرين في اللعبة التانية كنا داخلين كانت الدنيا مفشوخة اصلا وما كناش عارفين ليه. فاحنا دلوقتي عارفين ليه حصل ده كله. ريشن هو مفيش مبنى مفهول فاحنا المفروض نروح هناك. ودي الحته اللي كان فيها الراجل العالمي ده. فين المكتبه هنا صح؟ الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده في اللعبه دي بعد ولا قبل؟ وازاي كانوا لحقوا سو ميني كويستشنز. ودي الحته اللي كان المفروض فيها الباور سبلاي. لا هذا السب بيسمنت اعتقد. بس خلينا نشوف فوق فيه ينفع المفتاح يفتح ولا لا. لا طيب المفروض ننزل تحت اكيد. ولا لك انا قاعد فيه الراجل ايه الحته دي منوره فشخ. مستر بارك هاو ذا فاكر يو ستيل الايف. ايه ده اسمه ايه ده؟ ايه في ايه؟ يا ابني حرام عليك يا ابني ما انت بتموت اهو. ما تقولش الباب هيقفل وانا رايح له بقى. ولا انا هسحف له ولا ايه؟ ما تقفلش ما تقفلش ما تقفلش. ايوه انا طالع نور شمس. ما تدريش انا خلصت الجيم. ايه السعاده دي؟ وعصافير بتزقزق وحاجة حبها حبها خالص يعني. انا ممكن اجري انا كل ده بمشي. يلا 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 الرانجلر الرانجلر. بس دي العربية اللي احنا جايين بيها احنا كاحنا يعني. ايوه ازاي لف الحته دي كده خلاص. Hey, do you want some blur? You press that button. It's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. Nice. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. I do upload. But it's the right thing to do. I'm gonna is hurting Murkoff worth that much to you? Press the button. بس كده؟ طب افرض ما كنتش عملت ابلود الفوتج. عامة دي كانت لعبة ويسل بلور. انا سمعت ان هي قد اللعبة الاصلية بس هي كانت قصيرة قوي يعني قوي. طب لحظة معلش معلش هنعمل لود لاخر حتة ونشوف هيحصل ايه لو نشوف هيحصل ايه لو ما عملتش الباتن ده.
ده انا بقالي 5 دقايق بالظبط. ايه الخرا ده؟ انا كده ايه ده فيه؟ يوه ماشي، هنعيد نفس الحته تاني. معلش يا جماعه، مثلا اللعبة انا اتخضيت فيها 4 خضات و تنشنت فيها تنشنتين تلاتة. انا ما غير كده ما اقدرش اقول. لا انا كنت قايل انها 7:30 عشان كنت فاكر ان احنا هنكمل على حاجة جامدة فشخ، زي مثلا ان جابر ده هيطلع لنا تاني وهنشوفه بيعمل خناقة ملحمية مع ال ايوه انجز انجز. فكرت اعمل خناقة ملحمية مع التاني ده اللي هو العملاق فشخ ده، ولا يكون هو الدكتور؟ مش عارف بس الناس اللي قالوا لي ان الجيم هتخوف قوي كانوا غلطانين. الكام خضه دول انا زي ما قلت قبل كده في الفيديو بتاع وان ليت نايت اللي كان في المكتب ومش عارف ايه والدنيا ظلمه وبتاع، انا بتخض من الاصوات، ما بتخضش من ال مفيش حاجه بتخضني غير لو صوت عالي في ودني، وانا معلي الصوت جامد في ودني يعني. ف غير كده يلا بقى، غير كده مش عارف. الجزء بتاع هي ليه اسمها ويسل بلور؟ المهم يعني الجزء بتاع الراجل اللي كان عايز يتجوزنا ده، هو ده الحاجه الوحيده اللي عجبتني في الجيم يعني. غير كده يعني لما سمعت، لما قريت جو تو ميل، حتى الحته بتاعت انا بتكلم كتير انا، بس الحته بتاعت السولجرز دول توقعت على الاقل ان الجيم تخلص بان احنا بنحاول نسنيك زي مثلا لاست اوف اس في اخرها، بنحاول نسنيك باست ذم عشان محدش يقتلنا. طيب انا عامل الفيديو وعامل لكم ابلود انجوي، بس I didn't enjoy the game. الناس قالت لي اللعبه حلوه، انا ما قريتش ريفيوز، وانا هخش دلوقتي على ميتا كريتيك اشوف بس خدت كام على ما البتاع يعمل يعني ده الموبايل في النايت مود. توقعت ما يبانش خالص. ويلكم بلوز عايز اشوف خد اوفر اخدت اوفر 4 ستارز ليه؟ خلينا نشوف على بي سي 3.5. There's enough hard evidence in that video file. عايز اشوف واخد كام الويب سايتس من دقيقة كام؟ انا قلت 7:30 ودلوقتي I take it back. I give it back 6:30 مثلا. 6:30 جيم فرونت اديتها 8، يورو جيمر اديتها 7، ثري دي خويجوز اكيد حاجه سبانيش مديها 6.5 لما نقول اجين 6.4. هي دي بس الريفيوز الموجوده يعني جيم فرونت اللي معليها. المهم خلينا نسيب الكنترولر، نسيب الكنترولر اهو وهنشوف هيحصل ايه لما هقعد عادي. انا مش هن ابلود خالص، شوف هيحصل ايه. او ممكن نبص له، مش هابلود، انا مش عايز ابلود خلاص يا ابني، مش هابلود. ينفعش ادوس على ايدور تاني؟ ينفعش ادوس على اي حاجه تاني؟ ينفعش اركز؟ انا افضل كده عاملين اي كونتاكت مع واحد مش شايفينه كده، مع اني متاكد ان هو شبه التانيين بالظبط باين من قرايته. اللعبه ما فيهاش اي حد عنده شعر غير الراجل اللي كان عايز يتجوزنا كان عنده شعر. طيب نجرب تاني الزراير E و Q و W و A S D و F و R و C و Space و Right Click و Scroll و J. لازم ندوس. طيب عملنا ابلود، ودي كانت لعبه اسمها ايه ده. انا كده فتحت النور وكده هقفل النايت فيجن. فين الزرار كان اهو؟ كده قفلت النايت فيجن. دي كانت لعبه اوت لاست، كان بالنايت فيجن احلى بكتير، كانت اروش بكتير يعني.
دي كانت لعبة اطلس، اتمنى تكون عجبتكم. ما عجبتنيش قوي بس مش مشكلة، ودي الكريدتس وانا هسيب الكريدتس للاخر غالبا، او لا مش هسيب الكريدتس للاخر عشان زهقت. فاشوفكم الفيديو الجاي وسلام. سلام. فين الاف 9؟ اه كده اقول لكم سلام سلام.